الدراسة. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS أكاديمي. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاهزين يا جماعة؟ يلا ناخد الحصة إن شاء الله. فلسفة النهاردة برضو الفلسفة ما نقلقش منها، هي أربع. عندي فلسفة ومنطق طبعا زي ما أنتم عارفين. الفلسفة عندي 4 وحدات والمنطق برضو 4 وحدات. يعني الحمد لله حتى امتحان الفلسفة كان جاي السنة دي سهل، كان امبارح، كان سهل جدا. يعني أول درس عندي اسمه الفلسفة وقضايا البيئة. عايزين نعرف الأول يعني إيه فلسفة البيئة. فلسفة البيئة قال لي ده فرع جديد من الفلسفة. يعني إيه فرع جديد؟ هو في فرع قديم وفرع جديد؟ أيوة، الفلسفة على فكرة ليها فروع، في فرع اسمه فلسفة اللغة، فلسفة التاريخ، فلسفة الأخلاق، دي من ضمن الفروع القديمة. في فرع جديد بقى ظهر اسمه فلسفة البيئة. طيب من اسمه كده، اسمه فلسفة البيئة، يبقى هيدرس إيه؟ هيدرس ما ينبغي أن يكون عليه علاقة الإنسان مع البيئة الطبيعية. بتدرس ازاي الانسان هيتعامل مع البيئه، يعني يتعامل معاها ازاي من غير ما يضره. طيب يوسف محمد اللي داخل ده، انت ثالثه ولا ثالثه ادبي؟ حد اسمه يوسف محمد داخل، انت سنه ثالثه سنه وادبي ولا علمي؟ ايوه، حضرتك ثالثه ثانوي ادب. تمام. يبقى هنا يا جماعه نفهم من كده، لو قال فلسفه البيئه يعتبر من الفروع العتيقة، عتيقة يعني قديمة، ولا فروع جديدة، ولا فرع جديد يعني؟ ها، حد يجاوب؟ لا طيب، جديد. لما يقول لي قديم ولا جديد هقول له ده فرع جديد من اسمه فلسفة البيئة. يبقى هيدرس علاقة الإنسان مع البيئة، هيدرس إزاي الإنسان يتعامل مع البيئة من غير ما يلوثها أو من غير ما يضرها. تاني تعريف عندي قال لي أحد أهم فروع الفلسفة التطبيقية في عصرنا. كلمة تطبيقية يعني عملية، يعني أنا هتعلم في الدرس ده إزاي أتعامل مع البيئة وأطبق، يعني مش هاخد كلام نظري وخلاص، لا ده أنا هاخد الكلام وأطبقه عمليا. قال لي برضو تهتم بدراسة البيئة ومشكلاتها الناتجة عن التقدم التكنولوجي والعلم. أنا عندي مشكلات كتير قوي في البيئة، زي تلوث الهواء، تلوث المياه، تلوث التربة مثلا، عوادم السيارات والمصانع. يبقى هنا المشكلات دي ظهرت نتيجة التقدم التكنولوجي والعلم الرهيب. يعني عايز يقول لي ما تفرحش قوي بالتقدم اللي حصل ده أثر سلبيا على البيئة. قال لي طبعا لما البيئة اتلوثت هدد البيئة الطبيعية لحياة الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان. بيقول لي كائنات حية زي إنسان، حيوان، نبات، اتهددوا حياتهم بسبب تلوث البيئة. يعني النبات اتأثر، الحيوان اتأثر، الإنسان اتأثر. مين أكتر واحد متأثر أو واخد الضرر ده من البيئة؟ هو الإنسان، لأن الإنسان ببساطة لو شرب من المية ملوثة، أكل من الحيوان اللحوم بتاعة الحيوانات، الحيوانات فيها هرمونات وكيماويات برضو بتضر بجسم الإنسان، يجي ياكل خضروات ونباتات برضو نفس الكلام، فيها هرمونات وكيماويات معينة. حتى زمان جدودنا، لو أنت قاعد مع حد كبير في السن يقول لك الأكل زمان كان ليه ريحة وطعم عن دلوقتي. حتى الفراخ واللحمة والخضروات والفاكهة يقول لك زمان كان لها ريحة وطعم عن دلوقتي. ليه؟ لأن النباتات والخضروات والفواكه دي كانت بتنمو بشكل طبيعي، ما كانش فيه بقى كيماويات وأسمدة صناعية والحاجات دي. دلوقتي بقى فيه الإنسان بيتدخل بالكيماويات ومثلا زي اللي ظهرت في فكرة الفراخ البيضة والهرمونات والحاجات دي، خلت إن الأكل مش طبيعي، يعني طعمه مش طبيعي وريحته مش طبيعية، فبرضه بيأثر على صحة الإنسان. يبقى تاني كده عايزين نعرف الحتة دي بتقول إيه؟ عايز يقول لي من الآخر كده إن فلسفة البيئة فرع قديم ولا جديد؟ جديد جديد، تمام. طب أهم فروع الفلسفة نظرية ولا عملية؟ عملية عملية. كلمة عملية اللي هي كلمة تطبيقية، يعني هاخد وهطبق، مش هاخد كلام نظري وخلاص. لما يجي لك كده في المذكرة دي تعريف مقترح أو أمثلة استرشادية بيبقى اقرأها بس، يعني حضرتك مش مجبر ان انت يعني اقرأها وخلاص، ما تحفظهاش ولا حاجة يعني. طيب بيقول لي تهديد البيئة الطبيعية، لما البيئة تهددت وحصل تلوث ايه اللي حصل؟ قال لي جعل الفلاسفة والعلماء يدعونا ل3 دعوات. أول دعوة الفلاسفة والعلماء مش هيقعدوا ساكتين، مش هيفضلوا حاطين ايدهم على خدهم ويتفرجوا على البيئة وهي ملوثة. أول دعوة قالوها قال لي إقامة التوازن بين مطالب الإنسان المتنامية في السيطرة على البيئة والاستفادة القصوى من مواردها. قال لي اعمل ميزان توازن،
سيطر على البيئة أو يعني أدي المطالب بتاعتك وفي نفس الوقت ما تلوثهاش. يعني أنا مثلا هستفيد من البيئة ماشي، هستفيد من البحر، من الثروة السمكية، هستفيد من الثروة الحيوانية، هزرع، هستفيد من التربة، هستفيد من الهواء، بس في نفس الوقت أسيطر عليها إن أنا ما ألوثهاش. يعني أعمل ميزان، خد مطالبك بس في نفس الوقت ما تلوثش البيئة. ده كلام مين يا جماعة؟ العلماء والفلاسفة. بالظبط. أنا عايزة محمود ويوسف برضو يشاركوا معايا. قال لي رقم اتنين، تاني دعوة، احترام الطبيعة واحترام حقوق الكائنات الأخرى من نباتات وحيوانات. الفلاسفة والعلماء قال لك احترم حق النبات، احترم حق الحيوان. الحيوان ده كائن بيحس زينا بالظبط، لازم نحس بشعوره ونحترم حقه، والنبات نفس الكلام. رقم ثلاثة، قال احترام حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد الطبيعية. يعني إيه الموارد الطبيعية؟ أي حاجة خلقها ربنا بالطبيعة زي التربة، الهواء، المية، الفحم، الغاز الطبيعي، البترول. قال احترم حق الأجيال القادمة في حقها إن هي تاخد الموارد الطبيعية دي. زي ما أقول لك بالظبط، حافظ على الأوضة اللي أنت فيها دلوقتي عشان اللي جاي بعدك ويقعد في الأوضة وراك يلاقيها نظيفة. فهم نفس الكلام، الفلاسفة والعلماء بيقول لك حافظ على البيئة دلوقتي، حافظ على الموارد الطبيعية اللي فيها زي مية، تربة، هواء، عشان لما احنا نروح مثلا أو الجيل الجديد ده يطلع يلاقي تربة كويسة صالحة للزراعة، يلاقي مية صالحة للشرب، يلاقي بيئة كويسة نظيفة. يبقى هنا الفلاسفة والعلماء دعوا كام دعوة يا جماعة؟ قول يا محمود كام ثلاثة. دعوة؟ اه ده ثلاثة. تمام، دي أمثلة برضو اقرأوها، بس نقرأها كده سريعا. بيقول لي أمثلة على دعوات الفلاسفة. قال إن أنت الإنسان يستخدم الطاقة الناتجة عن احتراق الفحم والبترول يضر البيئة. ده حاجة طبعا بتضر البيئة، احتراق الفحم والبترول، ولكن استخدام الرياح أو الطاقة الشمسية سيحقق التوازن بين السيطرة على البيئة والاستفادة منها وعدم الإضرار بالطبيعة. يعني الفلاسفة والعلماء بيقول لك بدل ما تحرق بترول وفحم وبيضر بالهواء وبيضر على يعني على البيئة، ممكن تستخدم الرياح أو الطاقة الشمسية. يعني الرياح والطاقة الشمسية مش هتضر لينا. يعني أنا ممكن أنتج كهرباء من الشمس، من الطاقة الشمسية زي الألواح الشمسية كده اللي أنتوا عارفينها، أو ممكن يحصل إنتاج كهرباء من الرياح. يبقى أنا هنا مش هضر البيئة. تاني دعوة قالوها برضو الدعوة للمحافظة على الغابات وعدم القطع بها من أشجار. ما الغابات دي موارد طبيعية، قال لك حافظ على الغابة وما تقطعش الشجر اللي فيها. ده مثال بقى. رقم ثلاثة، هو أنا رقم ثلاثة فوق بيقول لك احترم حقوق الأجيال القادمة، احترم الجيل اللي جاي. قال لي مثال على شخص احترم الأجيال القادمة، إغلاق الملك فاروق لمنجم السكري للذهب باعتباره حق من حقوق الأجيال القادمة. يعني الملك فاروق، شوفوا على فكرة هو دايما التاريخ بيوحش صورة الملك فاروق، بس هو في الحقيقة ليه حاجات كتير إيجابية برضه. أغلق منجم كامل للذهب على اعتبار إن المنجم ده بيقول لك ده مش من حقنا إحنا بس، مش من حق الجيل الحالي بس، ده حق الأجيال القادمة. يعني بيبص على يعني الأطفال الصغيرين من قدام، بيبص على الجيل اللي جاي. حد عنده أي سؤال في الصفحة دي يا جماعة؟ حد مش فاهم حاجة؟ يوسف محمود عايزاكم تجاوبوا. حد مش فاهم حاجة في الصفحة دي أو عنده أي استفسار فيها؟ طب أنتوا معايا؟ طيب فهموني، حسسوني إن أنتوا معايا. يعني محمود ويوسف، طب أنت معايا يا هنا؟ أيوة مس والله وحضرتك. طب الحمد لله اللي حد معايا. طيب بيقول لي بقى معنى البيئة. عندي المعنى اللغوي، بنسمي المعنى اللغوي اللي هو المعنى الاشتقاقي، بنسميه ايه يا هنا؟ لغوي يعني اشتقاق، يعني عايزين نعرف اصل كلمة بيئة ايه. عندنا في اللغة العربية كل كلمة مشتقة من فعل او ليها اصل. فقال لي كلمة بيئة مشتقة من الفعل اسمه بوأ وتبوأ. وقال ابن منظور في لسان العرب، اقفل إيه الكاميرا عندك يا يوسف، قال ابن منظور في لسان العرب، ايه لسان العرب ده؟ ده كتاب يعني عمله ابن منظور، واحد اسمه ابن منظور، بيقول باء الى الشيء يبوء بوءا اي رجع، وتبوأ اي نزل واقام، وبوأتك بيتا اي اتخذت لك بيتا. يبقى هنا بيقول لي باء يعني كلمه من الاخر، بوأ او تبوأ اللي بيقول عليها دي معناها رجع، نزل، اقام. يبقى السؤال لو في بوأ، تبوأ، رجع، نزل، اقام، اختار المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي؟ اللغوي. اللغة اه اللغوي. وساعات بدل ما يكتب لي اللغوي يقول لي ايه يا محمود؟ الاشتقاق. عايزين نسمع صوتك بقى على طول كده.
بدل ما يكتب لي اللغوي يقول لي الاشتقاق. قال لي بقى اذا كلمة بيئة، وناخد بالنا برضو اللي اتكلم عن المعنى اللغوي اسمه ابن منظور. اذا كلمة بيئة قال لي المكان او المنزل الذي ينزل به الكائن الحي ويتخذ منه مقاما. البيت اللي انت عايش فيه، المكان اللي انت عايش فيه بيتك ده، ده يعتبر معنى البيئة عند ابن منظور. قال لي فهي كل ما يحب الكائن الحي. بيقول لي بقى أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى اللغوي للبيئة في آية في القرآن في سورة يونس بتقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. حد فاكر مين أخو سيدنا موسى اسمه إيه؟ هارون. آه بالظبط، سيدنا هارون. سيدنا موسى وهارون كانوا موجودين في بلاد الشام، تحديدا في فلسطين. فربنا يعني نزل أمر أو وحي لسيدنا موسى وأخوه، قال لهم إيه؟ تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. كلمة تبوأ هنا يعني إيه؟ يعني انزلوا مصر، سيبوا البلد اللي انتوا فيها اللي هي فلسطين، انزلوا مصر. يبقى نفهم من كده برضو في المعنى اللغوي ومن الآخر كده إن كلمة تبوأ معناها رجعة، نزل، أقام. مين صاحب المعنى اللغوي بقى؟ مين اللي ابن اتكلم عن منظور. المعنى اللغوي؟ طبعا ابن منظور. تمام، ندخل على المعنى الاصطلاحي. في فرق بين المعنى اللغوي، اللغوي اللي هو عايز يقول لك البيئة مشتقة من كلمة ايه وخلاص. الاصطلاحي بقى هيقعد يلك اكتر، هيقعد يقول لك يعني ايه كلمة بيئة اصلا، يعني ملوش دعوة هي مشتقة من فعل ايه. هو ليه دعوة ان هو يشرح لك يعني ايه بيئة. قال لي البيئة مجموع الاشياء والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه، اي حاجة محيطة بينا ومؤثرة فينا. وهنا في المعنى الاصطلاحي قسم البيئة لاربع انواع. قال لك في بيئة طبيعية، وهنشوف دلوقتي يعني ايه بيئة طبيعية. والبيئة الطبيعية اللي هي اسمها الخارجية برضه. وفي عندي بيئة عضوية أو داخلية، دي رقم 2 في النوع. وفي بيئة اجتماعية، دي رقم 3. وفي بيئة فكرية. يبقى أنا عندي 4 أنواع من البيئات: بيئة طبيعية خارجية، بيئة عضوية داخلية، وبيئة اجتماعية، وبيئة فكرية. طب تعالى نشوف كده إيه البيئة الطبيعية دي في الأمثلة اللي تحت أهو. قال لك البيئة الطبيعية اللي هي الماء، الهواء، التربة، أشعة الشمس. دايما في التعريف المقترح اللي انا عاملاه هنا في المذكره ده كلام زياده عن كتاب المدرسه، يعني انا بديك امثله على الشرح اللي فوق. يعني هنا الشرح فوق اهو في المربع الاخضر ده، بديك امثله على اللي اتقال فوق. فالبيئه الطبيعيه اسمها طبيعيه، يعني الانسان ملوش دخل في وجودها ولا خلقها خالص، زي الميه، الهواء، التربه، اشعه الشمس، دي من الطبيعه. طيب البيئه الخارجيه اللي هي الطقس، مناخ، جاذبيه، مغناطيسيه، يعتبر الخارجيه على فكره هي الطبيعيه برضه. البيئة الفكرية اللي هي الثقافة، الآثار، المباني، الملابس، العادات، التقاليد، دي اسمها بيئة فكرية، اللي هي أفكارنا، عاداتنا وتقاليدنا، ثقافتنا. يبقى تاني جاب لي سيرة بيئة طبيعية، بيئة عضوية داخلية، بيئة فكرية. هختار المعنى إيه يا جماعة؟ المعنى الاصطلاحي الاصطلاح. هنا أنا ما قلتش في المذكرة دي البيئة العضوية أو الداخلية معناها برضو اللي هي أعضاء جسم الإنسان، حتى الأعضاء دي داخلية زي القلب، البنكرياس، مش عارفة الرئتين، اسمها بيئة عضوية. طيب أول من استخدم كلمة بيئة بهذا المعنى الاصطلاحي هم علماء المسلمين. إمتى؟ منذ القرن الثالث الهجري. طب تفتكروا ليه أنا قلت علماء المسلمين ما قلتش أوروبيين؟ ليه علماء المسلمين تحديدا هم اللي اتكلموا عن المعنى الاصطلاحي؟ حد عارف ليه؟ أو يستنتج ليه يعني؟ هقول لك أنا ليه. لان اصلا كلمه تبوأة اللي هي اصل كلمه بيئه، تبوأة هنا جايه من القران الكريم، يعني كلمه بيئه مشتقه من الفعل اللي هو بوأة وتبوأ، فكلمه تبوأة اصلا جايه من القران اهو. اذا علماء المسلمين اول ناس ذكروا كلمه بيئه. لحظه كده يا جماعه، خليكم معايا ثانيه. نكمل يا جماعة. إذا لو قال لي سؤال كان زمان في النظام القديم بيجي صح وغلط، يقول لك إيه أول من استخدم كلمة بيئة هم علماء الغرب. هقول صح ولا غلط يا يوسف؟ أول من استخدم كلمة بيئة علماء الغرب. طيب محمود جاوب. تاني مش معرفة. بسأل سؤال، بقول كان في النظام القديم كان بيجي لي سؤال بيقول لي أول من استخدم كلمة بيئة هم علماء الغرب، هقول صح ولا غلط؟
طب قولي يا هنا انت. لا غلط، غلط. امال مين بقى؟ طبعا على باقي المسلمين. علماء المسلمين هم اول ناس ذكروا كلمة بيئة. تمام. قال هنا يعد ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد اقدم من ذكروا هذا المعنى الاصطلاحي للفظ البيئة. عند واحد اسمه ابن عبد ربه هو اللي اتكلم عن المعنى الاصطلاحي ده. طيب امال ابن منظور اتكلم عن المعنى ايه؟ ابن منظور كلمة المعنى اللغوي. تمام. ابن عبد رب بقى عرف للبيئة، قال لي دي الوسط الطبيعي الجغرافي المكاني الأحيائي الذي يعيش فيه الكائن الحي للإنسان. ده الوسط الطبيعي بتاعك جغرافيا أنت عايش فين. هتقولي مثلا أنا عايش في شمال مصر، لا في الشرق، لا في الغرب، لا في الجنوب، يبقى ده الوسط الطبيعي بتاعك، ده معناها البيئة بالنسبة لي. قال لي كمان ابن عبد ربه في معنى تاني بيقول البيئة هي المناخ السياسي الأخلاق الفكر المحيط بالإنسان. مناخك السياسي إيه؟ هل في ديمقراطية ولا ديكتاتورية؟ مناخك الأخلاقي عاداتك وتقاليدك في بلدك إيه؟ يبقى لو جاب لي في السؤال يا جماعة سيرة مناخ الوسط الجغرافي الأحيائي المكاني، جاب لي سيرة سياسة أفكار، ده المعنى الاصطلاحي عند ابن عبد ربه. طب لو قال لي بوأ أو تبوأ والكلام ده يبقى معنى لغوي ولا اصطلاحي؟ يبقى لغة. لغة. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده بيقول لي مراحل أو مراحل تعامل الإنسان مع البيئة. أنا عايز أعرف الإنسان اتعامل مع البيئة بكذا مرحلة. طيب الرسمة دي بس اختصارا للي هنقوله دلوقتي. بيقول لي أول مرحلة الإنسان اتعامل بيها اللي هي مرحلة التقديس والتأليه. إمتى مرحلة التقديس والتأليه دي؟ دي كانت موجودة أيام الإنسان البدائي. طبعا انتوا خدتوا قبل كده في الدراسات او في التاريخ يعني ان الانسان البدائي كان عايش على ايه؟ عايش على جمع الثمار وصيد الحيوانات، يعني ما كانش عايش حياه مرفهه زي دلوقتي. طيب قال التقديس والتأليه هي المرحله الاولى التي وجد الانسان فيها نفسه وسط بيئه طبيعيه موحشه لا يستطيع السيطره عليه. الانسان البدائي يا جماعه كان انسان ضعيف جدا في وسط بيئه متوحشه وفي وسط كائنات مش عارف يسيطر عليها. طيب هو مش عارف يسيطر مثلا على ظواهر طبيعية زي الزلزال، زي بعض الحيوانات، مش عارف يسيطر عليها أو يتجنبها، عمل إيه بقى؟ خاف، اترعب، فلجأ إلى تأليه هذه الظواهر البيئية والطبيعية المحيطة به. تأليه يعني إيه؟ يعني عبادة، يعني بدأ بقى يعبد الشمس، يعبد القمر، في ناس عبدت زي في الهند دلوقتي بيعبدوا البقر، في ناس عبدت بعض الحيوانات يعني. مين دول تحديدا؟ قال لي فقد ألها، كلمة ألها يعني عبد، البابليون والهنود واليونانيون. يبقى أنا عندي حضارة بابل، الهند، اليونان، عبدوا مظاهر الطبيعة والكائنات الحية. يبقى الناس دي يا جماعة هي عبدت الطبيعة ليه؟ عبدوا الكائنات الحية ليه؟ عبدوا الحيوانات ليه؟ من كتر خوفهم من الطبيعة ومش قادرين يسيطروا. قال لي اتخذوها إما آلهة صريحة، يعني ممكن يقعد قدام الحيوان كده يعبده، أو قدام الشمس يتوجه كده للشمس ويصلي للشمس ويعبدها، إله صريح أهو، أو رموزا لآلهة، ممكن يعملوا مثلا تمثال لشكل بقرة أو تمثال أو مثلا رمز كده للشمس على الجدران على أساس إن ده الإله بتاعه. فهمتم؟ يبقى بدل ما يحط لي تقديس وتأليه، ساعات بدل ما يحط لك في الاختيارات تقديس وتأليه يضحك عليا ويقول لي مرحلة الخضوع والخنوع. يعني ايه خضوع وخنوع؟ يعني الانسان خاضع جدا للبيئه، ضعيف مش قادر يسيطر عليها، خايف منها، فلجأ الى عباده البيئه. طب لو كتب لي في الاختيارات برضو انسان بدائي احول الاختيار ده لمرحله تقديس وتأليف. تقديس وتأليه. قال لي خضوع وخنوع، تقديس وتأليه، يبقى هنا نفهم من التقديس والتأليه اللي هي مرحله عباده البيئه. ما كانش طبعا الانسان بيعبد ربنا، ده كان وقتها بيعبد الحيوانات، ولحد دلوقتي لسه في ناس في الهند بتعبد البقر وبتعبد الحيوان، وفي ناس بتعبد الشمس، تحديدا حضارة بابل، الهند، اليونان. ماشي. قال لي مثال اهو، كانت قبائل الصيد تطلق على نفسها اسم الدب او الجاموس. تخيلوا ان في قبائل بتسمي نفسها جاموس او دب، بتسمي نفسها اسم حيوان. ليه بقى؟ شعورا منها بان ما يربطها بحيوانها اقوى من الاغراب. يعني هو شايف ان الحيوان احسن من الغرب واحسن من القرب، شايف ان الحيوان يعني ايه لو سمى نفسه باسم حيوان كده يعني بيحمي نفسه. قالوا كمان يؤمنون بان حيوانهم هذا جزء من اسلافهم واهلهم، ده شايف ان الحيوان ده زي ابنه وابوه واخوه، جزء من عيلته. تمام.
وقال أمثلة هو زي المجوس كانوا بيعبدوا النار، ومنهم من يعبد الكواكب. البوذيون قدسوا الأبكار كرمز لحنان الآلهة لديهم. دي أمثلة زيادة. اللي تحت ده أي مربع أخضر بتقابله قدامك ده مثال زيادة للمعرفة، للاطلاع، تزود فهمك بس يعني. بعد كده قال لي مرحلة التفسير والتوظيف. بين قوسين قال لي موجودة في مرحلة معرفة الكون وعلة وجوده. طيب نشوف يعني ايه قصة معرفة الكون دي. قال لي أولا كده المرحلة دي موجودة في الحضارة اليونانية، بدأت في المرحلة اليونانية وظهور الفلسفات الطبيعية حتى مطلع العصر الحديث. يبقى ظهرت مرحلة التفسير والتوظيف في الحضارة اليونانية ولا بابلية؟ ما أقول له إيه؟ لو كتب لي في يونانية. ده في اليونان طبعا. واحنا في اولى ثانوي او في تانية ثانوي لو تفتكروا دايما كنا ما بناخد الحضاره اليونانيه، بناخد دايما الفلاسفه بتوعهم اللي هم سقراط وافلاطون وارسطو، صدعونا بكلام. فهنلزق هنا برضو معانا سقراط، مش عرفنا السنه دي برضو. قال لي نجح ارسطو في تقديم تفسيره للعالم الطبيعي. واحد بقى قاعد فيلسوف كده بيفكر فبيفسر العالم الموجود حواليه. استند على ان الارض هي مركز العالم الطبيعي. لا كتر خيرك يا عم، بيقول انه شايف ان الارض هي مركز العالم. الكلام ده على فكره برضه غلط. هو شايف ان الارض كوكب الارض في النص، والشمس والكواكب هي اللي بتدور حوالين الارض. هل الكلام ده صح؟ يعني الارض في النص والشمس اللي حواليها اللي بتلف وراها يعني؟ اكيد لا. ده بس طبعا هو الراجل اجتهد بناء برضه، ما كانش فيه وكاله ناسا ولا حد طلع الفضاء ولا حاجه. فبناء على تفسيره واجتهاده في الفتره دي شايف ان الارض مركز العالم الطبيعي. انما الحقيقه هي الشمس، على فكره الشمس هي اللي في المركز طبعا، احنا عارفين الكلام ده، وان الارض والكواكب هي اللي بتدور حوالين الشمس. قال لي التفسير الذي سيطر على علوم وفلسفات العالم طوال هذه العصور، دماغهم بقى وفلسفتهم في الحضاره اليونانيه، قالوا ايه؟ قالوا ان البيئه هيئها الله لخدمه الانسان بكل ما فيها من كائنات حيه وظواهر طبيعيه. قالوا بصوا بقى، احنا انا انسان ارقى الكائنات، ربنا خلق كل حاجه ليا لخدمتي. يعني شايف ربنا خلق النبات والحيوان واي حاجه في البيئه لخدمه الانسان. ان شاء الله لما يكون معاكم كتاب او مذكره نكتب هنا فكره اسمها فكره المركزيه البشريه. هي دي المركزيه البشريه، ان هم شايفين ان ربنا خلق البيئه لخدمه الانسان، شايفين ان الانسان اعلى الكائنات، يعني تنكين شويه، شايفين ان انا احسن من الكل، انسان احسن من اي كائن اخر. تمام يا جماعة؟ عشان كده هو هنا أرسطو بيفسر العالم وقال إن الأرض مركز العالم الطبيعي. عشان كده سمينا المرحلة دي معرفة الكون وعلة وجوده. يعني عمال يتأمل في الكون والطبيعة وعايز يعرف سبب وجود الكون إيه. يبقى لو اتكلم عن فلاسفة يا محمود زي سقراط، أفلاطون، أرسطو، جاب لي سيرة حضارة يونانية أو إغريق. الإغريق هم اليونان على فكرة. قال لي برضو الإغريق يبقى مرحلة التفسير والتوظيف. التفسير والتوظيف. أمال لو قال لي يا يوسف الإنسان عبد البيئة خاضع للبيئة، فاكر اسمها إيه؟ التقديس والتأليف. برافو عليك، التقديس والتأليف. مش شرط بقى على فكرة يحط لنا سيرة أرسطو، أي فيلسوف من دول يقول لك سقراط، أفلاطون، مش عارفة تأملوا في البيئة وشافوا إن، يعني واحد زي طاليس أهو بيقول لك طاليس رأى أن الماء هي أصل الوجود، شايف إن أصل الوجود مية. واحد تاني اسمه أنكس مانس، ده أمثلة زيادة مش عليك يعني، يقول لك إن أنا شايف إن النار هي أصل الوجود. أيا كان بقى اللي قدامك بيفسر بقى الطبيعة، بيقول وجهة نظره، وتحس أصلا من أسمائهم كده إن هم فلاسفة يعني يونانيين، وأنا مغمضة على طول اسمها تفسير وتوظيف. افرض ضحك عليا وحب يلف ويدور عليا في الاختيارات، هيكتب لك معرفة الكون وعلة وجوده. أنا كاتبة لك جنب كل مرحلة بين قوسين المفتاح الإجابة، يعني الاختيار الثاني بتاعها. يعني بدل ما يكتب لي تفسير وتوظيف ممكن يكتب لي كده معرفة الكون وعلة وجود، أو يكتب لي الحضارة اليونانية. فاكرين المسمى الثاني بتاع التقديس والتأليف؟ أنا لسه قايلها لكم. كان يقول لي إنسان بداية أو مرحلة إيه؟ خضوع وخنوع. برافو، يكتب لي الخضوع والخنوع. خضوع يعني إنسان خاضع، يعني خانع للبيئة، مش قادر يسيطر عليه. طيب بعد كده قال لي مرحلة الاستغلال والسيطرة. دي ظهرت إمتى؟ في العلم الحديث او ايام الثوره الصناعيه الاولى. الثوره الصناعيه دي قامت في فرنسا، بقى لها ممكن تكون 150 160 سنه. قال لي بدات هذه المرحله مع العلم الحديث بمناهجه الحديثه. لما ظهر العلم الحديث بقى والدنيا اتطورت، ظهرت مرحله الاستغلال والسيطره. قال لي كان الفلاسفه والعلماء يروا انه كلما نجح الانسان في فهم الظواهر الطبيعيه بمنهجه التجريبي
ولازم نعلم على كلمة المنهج التجريبي. الفلاسفة والعلماء بيقولوا للإنسان كل ما فهمت الظواهر الطبيعية اللي حواليك، فهمت سبب الزلزال، فهمت سبب الرعد والبرق، فهمت سبب الأمطار، أي ظاهرة طبيعية بنشوفها فهمتها وعملت تجارب، كلما انتصر عليها وحقق تقدمه المنشود، كل ما انت انتصرت على البيئة وحققت تقدمك. يبقى ايه شرط التقدم وايه شرط الرفاهية بالنسبة للفلاسفة والعلماء في مرحلة الاستغلال والسيطرة؟ قال ان انت يعني تقوم بالمنهج التجريبي وتفهم اسباب الظواهر الطبيعية اللي حواليك. لان خدوا بالكم قبل الثورة الصناعية كانت اوروبا دي كلها دول متخلفة، كانوا هم اللي متخلفين واحنا اللي متقدمين. دلوقتي بقينا العكس، احنا اللي متخلفين هم المتقدمين. فهنا بقى قعد يدعو بقى ان احنا نهتم بالمنهج التجريبي، نهتم بمادة زي الكيمياء، الفلك، الفيزياء، العلوم التجريبية دي. طيب قال لي بقى من سلبيات هذه المرحلة، هنعيب على مرحلة الاستغلال والسيطرة، من اسمها استغلال وسيطرة. تخيل كده لما تصاحب حد وتسيبه واقول لك سيبته ليه، تقول اصل هو بيستغلني، اصل هو بيستفيد مني قوي. فقال لي من سلبيات هذه المرحلة بقى ندرة الحديث عن حقوق الكائنات الأخرى في الحياة. ندرة يعني إيه؟ يعني قلة أو مفيش خالص. وقتها الإنسان أناني قوي، ما بيتكلمش على حق الحيوان ولا حق النبات، وكان كل اللي همه إن هو يستفيد، ياخد من الطبيعة، ياخد فحم، ياخد غاز طبيعي، ياخد موارد طبيعية يستغلها في الصناعات بتاعته. إنما يحترم حق الحيوان أو يحترم حق النبات ما كانش فيه الكلام ده. يبقى تاني يا جماعة، مرحلة الاستغلال والسيطرة ظهرت مع العلم. ها عليه. حديث، لو جاب لي في الاختيارات علم حديث، عن احنا نشوف الكلام ده في الكتب، هتشوف كتاب الامتحان والبوكلت وكل الكتب، مش لازم يحط لك استغلال وسيطرة، هو مش طيب أوي للدرجة دي يعني. ممكن يكتب لك العصر الحديث أو العلم الحديث أو استخدام المنهج التجريبي، كل دي كلمات بتدل على مرحلة الاستغلال والسيطرة. طيب يقول لك برضو يا محمود، مرحلة ما بيتمش فيها الحديث عن أي حقوق للكائنات، ما كانش يهمه حق الحيوان ولا حق النبات، برضو مرحلة إيه؟ الاستغلال والسيطرة. جميل جدا. يبقى أنا كده خدت 3 مراحل، قول لي يا يوسف كده أسمائهم بس من غير شرح طبعا، عناوينهم بس. أول مرحلة كانت إيه؟ لا التقليص والتأليه. تمام. وإيه كمان تاني واحدة؟ هو بس عشان لسه ما معكوش المذكرة. تاني واحدة اسمها تفسير، تفسير وتوظيف، اللي فيها فلاسفة يونان عمالين يتأملوا في الطبيعة ويقولوا رأيهم. بعد كده مرحلة ايه قدامك اهو؟ الاستغلال والسيطرة. استغلال والسيطرة. تمام. بعد كده رابع مرحلة بقى، شفت كده لما تصاحب حد او تعرف حد انسان استغلالي، بينتهز الفرص كده، بيستغلك لمصالحه، بياخد منك، من كتر ما هو عمال يستغل سنة ورا التانية بدأ وصل لمرحلة أصعب بقى، ما عادش مجرد مستغل بس، لا ده وصل لمرحلة اسمها القهر والاستبداد، بقى إنسان ظالم مستبد بيظلم اللي حواليه. قال لي دي بقى تواصل مسيرة التقدم العلمي، ده التقدم العلمي زاد قوي، وده ظهرت في العلم المعاصر. خدوا بالكم بقى في فرق بين علم حديث وعلم معاصر. علم حديث أهو فوق أهو، علم حديث يبقى استغلال وسيطرة. طب علم معاصر ده قهر واستبداد. علم حديث او عصر حديث ده من 150 سنه فات. المعاصر اللي هو خلاص بدا التقدم العلمي بقى ايه يظهر. فقال لي بلغ العلم المعاصر في هذه المرحله تطورا جديدا، استطاع فيه الانسان بتقدمه العلمي ان يصل الى مرحله قهر الطبيعه. ده الانسان وصل لتقدم علمي كبير جدا، قهر وظلم الطبيعه، ما عادش مجرد بياخد منها ويستغلها لصالحه وخلاص، ده يعني وصل لاقصى درجات الضرر للطبيعة. طب نشوف ايه اللي حصل للطبيعة او البيئة. قال لي اللي حصل فيها احداث تحولات بين الكائنات الحية، مما ادى لتهديد الحياة البرية وحياة الكائنات. انا هنا حولت شكل الكائنات الحية، يعني بقى بيحصل تهجين لنوعين من الكائنات الحية. شكل الحيوان اتغير، شكل النبات اتغير، فطبعا ما عادش طبيعي، فهدد الحياة البرية. بعد كده قال لي ظهر تكنولوجيا الهندسة الوراثية والاستنساخ. يعني ايه هندسه وراثيه؟ يعني تعديل جينات الكائن الحي. تخيلوا علماء البيولوجي وعلماء الاحياء وصل بهم الدرجه ان هم يعدلوا جينات الانسان ويعدلوا جينات الحيوان، ده تطور كبير قوي في العلم. ظهر فكره الاستنساخ، ده طبعا محرم في الدين الاسلامي وحرام عندنا كعرب وكمسلمين، انما موجود في الدول الاوروبيه. استنساخ جاي من كلمه نسخه، ان هو ممكن يجيب شخص شكلك بالظبط نسخه منك بس بدون جواز، بيعملوا كده عملية معينة بيخليك تجيب شخص نسخة منك بالظبط.
او كذا شخص كمان ممكن يجيب 10 اطفال شكل بعض كده. قال لي هنا غير تماما من طبيعة الكائنات الحية واشكالها. جينا نشوف الطفل المستنسخ ده، او لو انا مثلا العالم هيجيب لي 5 اطفال شكل بعض مستنسخين، ما بيعيش كتير، بيظهر عليه علامات الشيخوخة المبكرة، تلاقي طفل كده مش طبيعي شكله ومعجز كده من بدري ومش بيعيش كتير، وطبعا محروم من فكرة الأسرة والأب والأم والعائلة. فهنا أنا غيرت تماما من طبيعة الكائنات الحية، طبيعتهم اتغيرت وأشكالهم إيه اتغيرت. فكل ده أنا بحس هنا تقدم كبير قوي في العلم. ده احنا عمرنا يعني، ما يعني لو كنا عايشين في عصور زمان عمرنا ما كنا نتخيل إن العلماء يوصلوا بهم للدرجة دي. يبقى لو جاب لي سيرة بقى هندسة وراثية استنساخ، ممكن يجيب لك برضو فكرة القنابل النووية والسلاح النووي والذرة. ما القنابل النووية دي بتدمر البيئة برضو، بتدمر المناخ أصلا كمان. هختار مرحلة إيه يا جماعة؟ القهر والاستبداد. قهر والاستبداد. شوف هنا بيقول لك في المثال: أصبح الغذاء اليومي للإنسان مستخدم من مبيدات ومعدل جينيا مما يهدد صحة الإنسان. الأكل اللي بناكله ده كله مقرف، فيه مبيدات وفيه ملوثات كتير أثر بالسلب على صحة الإنسان. أمال يا جماعة ربنا يعافينا كلنا، يعني مرض زي السرطان ده ما كناش بنسمع عنه زمان، أيام جدودنا ما كانش فيه الحاجات الوحشة دي، ظهرت نتيجة الحاجات اللي في الأكل ده والمبيدات والكلام ده، فهدد طبعا صحتنا. تيجي تاكل مثلا من الفراخ كلها فراخ بيضة، فيها يعني واخدة حقن جامدة كيماويات وبتاع. الفاكهة والخضروات نفس الكلام، مش بتنمو بشكل طبيعي. حتى برضو الحيوانات زي البقر او الجاموس، اللحمه برضو ما عادش طعمها زي الاول، مش طبيعيه. فاذا كل حاجه في حياتنا ملوثه، فهنا سميناها ايه؟ قهر واستبداد. طيب بعد كده بقى، زي ما يكون شفت الانسان اللي لما بيقعد يظلم يظلم وفي الاخر يرجع يتوب تاني يقول لك لا انا غلطت في حق نفسي، لا انا ارجع تاني ايه احترم البيئه بقى. فهنا المرحله اللي احنا عايشينها دلوقتي اسمها مرحله الاحترام والصون، قال لي دي المرحله التي نحياها الان، وبنسميها، نكتب هنا كده لو حد هياخد المذكرة يعني، بنسميها العصر الراهن، الراهن يعني الحالي. المرحلة اللي احنا عايشينها دلوقتي اسمها مرحلة الاحترام والصون. قال لي حيث تنبه العلماء والمفكرون والفلاسفة إلى خطورة الآثار السلبية المترتبة على التقدم العلمي البشري. الفلاسفة والعلماء والمفكرين قالوا لك خد بالك، احنا وصلنا لمرحلة وحشة قوي، وصلنا لاستنساخ مبيدات في الأرض، وصلنا لهندسة وراثية، وصلنا مثلا لفكرة تعديل جينات الكائن الحي، قنابل نووية، كلها حاجات بتضرنا. فقال لك استوب بقى، لازم نقف وقفة كده محترم مع نفسنا ونرجع نحترم البيئة تاني. طيب قال لي بدأوا يحذروا من هذه الأخطار وتحولوا للدعوة إلى، قعدوا يحذرونا من الأخطار دي ودعوا لحاجتين. قال لي دعوا لوضع التشريعات والقوانين. هما مين اللي بيدعوا؟ مين اللي بيدعو يا محمود؟ مين اللي قاعد يقول انا هحط قوانين لحماية البيئة؟ الفلاسفة يا جماعة والعلماء، خليكم معايا. يبقى الفلاسفة والعلماء بدأوا يدعوا لوضع التشريعات والقوانين اللازمة لحماية البيئة. انا هحط قوانين عندي، لو حد هيضر بالبيئة هيتعاقب. بمعنى ايه العقاب ده؟ يتسجن، يدفع غرامة كبيرة. يعني حتى الفلاح يا جماعة اللي بيحرق قش الرز ده، أو واحد فلاح مثلا عنده حيوان والحيوان ده عنده مات، فيقوم رامي الحيوان ده في نهر النيل. كتير من الفلاحين بيعملوا الحركة دي. أو واحد صاحب مصنع سايب الدخانة كده تطلع في الهواء ومضر للبيئة طبعا. فقال لك بقى الفلاسفة والعلماء، احنا لازم نعاقب الناس دي بالقوانين. انت هتضر بالبيئة هنفرض عليك غرامة كبيرة، غرامة مالية، ممكن توصل بك لدرجة السجن، عشان يعني نحمي البيئة من الأضرار. ما هو طول ما هو الإنسان بينصح أو العلماء بينصحوا بالكلام وخلاص، محدش هيخاف. إنما لما يبقى فيه تشريعات وقوانين قوية وفي فعلا عقاب، فالإنسان وقتها هيخاف يضر البيئة. يبقى لو جابلي في الاختيارات عصر راهن، وضع تشريعات وقوانين، قولي يا محمود يبقى يلا. احترام الصوت. تمام جدع يا هاد، احترام وصون. تاني حاجة، هو بص اللينك هيفصل دلوقتي حالا، ادخلوا على نفس اللينك اللي انتوا دخلتوا عليه يا جماعة، وهيفصل حالا دلوقتي.